خلينا ندخل شوية في العمق بتاع المعارضة اللي موجودة اليوم في تونس، اللي هي تعارض في قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021. فمن معارضة موجودة في البلاد متمثلة تقريب الأغلبية بتاعها في جبهة الخلاص الوطني اللي فيها أعمدة نجم تقول بارابورد المعارضة الأخرى أكبر، يعني تقول حزب حركة النهضة من الأحزاب الكبرى في البلاد اللي يمكن الانقلاب صار عليه هو وما صارش عليه، اللي صار على حزب حركة النهضة الانقلاب والارتدادات شفناها فيما بعد، خاصة نشوفه رئيسه في السجن، نشوفه المقرات متاعه مغلقة، نشوفه نائب رئيس الأول والثاني موجودين في السجن، وعديد قيادات متاعه موجودة في السجن اليوم قادة عقب، وربما فما قيادات أخرى نجم تكون موجودة في السجن في أقرب في أقرب الأيام إذا كان الوضع استمر بهذا الشكل. يعني كي نحكيه اليوم على المعارضة الموجودة حاليا أستاذ صالح، أنت هل أنك مع فكرة بالموجود نمشي أو بالموجود اللي عنا ماهوش غايب عليك قدرات الموجود، يعني كنت كنت جزء من الدولة وكذلك كنت موجود في أكبر حزب في البلاد اللي كنا نحكي عليه اللي هو حزب حركة النهضة، هل أنه بالموجود اليوم المعارضة قادرة أنها تفرش قيس سعيد في الخطوات الأخيرة من الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ تفضل أستاذ صالح. عادي سوز ملاحظة، لولا بالنسبة لي أنا ما ثمش معارضة في تونس، المعارضة اللي غير قادرة أن تقعد في طاولة سويعتين من زمان وتخرج بيان مشترك فيه 1-2-3 نقاط 4 نقاط على استئناف الحياة السياسية، استئناف الحياة الدستورية، تنقيط منها، يعني كلام عام. المعارضة التي تعجز عن هذا ليست معارضة، ليست معارضة ببساطة وتقول لي جابت خلاص جابت خلاص، يعني الطرف الرئيسي فيها هو النهضة، والنهضة يعني قاداتها الرئيسيين في السجون كلهم بخلاف ما تمر به النهضة من صعوبات داخلية وغيره. أنا الحقيقة كما يقول الأصوليون الفاض من جنس المفيض المفيض عنه أو منه، يعني حال النظام كما حال المعارضة كله بعض، هذا نسخة عن هذا وهذا نسخة عن هذا. أختم فأقول أو ألخص المشهد فأقول إحنا الآن ما عندناش معارضة، إحنا الآن عندنا زعامات فردانية يعني فقيرة جدا في الوعي السياسي، فقيرة في النضال السياسي، عاجز عن تأمين الحد الأدنى من اللقاء السياسي، كلهم جميعهم ولا واحد فيهم عنده القدرة على أن يغير المشهد السياسي. وما دام الأمر كذلك، وأنا يعني ربما أول مرة أقول هذا الكلام للأسف الشديد، مش أقوله معك أنت مش أقوله البلاغ، أنا أقول يليق بنا هذا الوضع ويليق بنا أن يستمر الوضع على ما هو عليه حتى الوقت إيش، حتى لين نتفقوا أنه رو هذا مش معقول، وهذا لا يخدم أي طرف من أطراف المعارضة، ولا يخدم الدولة، ولا يخدم المجتمع، ولا يخدم المستقبل. وهالشيء اللي نمر به الآن راه يمثل مسخرة ويخلينا مسخرة في العالم، إلى أن نسترد عقولنا ووعينا وأخلاقنا يعني يليق بين هذا الوضع. يعني شو الحل؟ يعني إذا كان المعارضة عندها تو تقريبا سنة أو أكثر من سنة يدور، خلينا نقوله من 21 من جويلية 21، أولاً جزء منهم مشى مع جويلية 21 وأخطأ، البعض مازال مصر وهو قليل جداً ولكن أغلبية تراجعوا، وحتى الذين تراجعوا عفواً حتى الذين تراجعوا استنكفوا عن أن يقولوا كلمة حق، يعني وما أبرئ نفسي نفس الأمر، يا أخي أنا راني غلط. الذين عجزوا أن يقولوا أنا راني غلط، أنت كنت مشيت مع إجراءات 25 جويلية، أنا مشيتش ثم تبينت خطأ خيارك، يا أخي قل أنا أخطأت. على هذه القاعدة نجتمع، أنت تكابر وتمانع في أن تقول هذا الكلام. أنا أعتبر نفسي مظلوم وأعتبر نفسي من أول مرة قلت هذا الكلام ودفعت الثمن إغلاق مقراتي، الثمن شدام قياداتي، الثمن معنى سجن قياداتي إلى آخره إلى آخره. يعني واضح، والنظام سعيد بهذا الوضع على فكرة، سعيد على وهو في أحسن حالاته. النظام يحب أن تكون الأطراف المعارضة ما لا تلتقي على شيء. علاش المعارضة في فرنسا التقت؟ علاش التقت؟ وبين بين أطراف المعارضة تناقضات مثل ما التناقضات الموجودة بيناتنا، ولكن لأن الوعي المدني والسياسي أرفع التقوا على أرضية لتفادي اليمين المتطرف، لتفادي اليمين العنصري، لتفادي إعطاء البلاد الناس قد يرجعوا بالبلاد وقد يغيرون طبيعة الدولة الفرنسية وشعارات الدولة الفرنسية وهوية الدولة الفرنسية ومهجة الدولة الفرنسية
والطابع عفوا عن هذه الكلمة الطابع بتاع الدولة الفرنسية التقاو هات نلتقاو تحت هذا السقف سقف نخليه الدولة الفرنسية في تاريخها طبعا حسب رأيهم هما وفي مضمونها الثقافي ومضمونها المدني ومضمونها الديمقراطي. نحن عجزنا عن هذا، إذا عجزنا عن هذا يليق بنا أن يستمر الوضع على ما هو عليه للأسف الشديد.